تمكن مقاتلو المقاومة في محافظة البيضاء من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية بمديرية القريشية. وقال مصدر عسكري اليمن شباب أن رجال المقاومة صدوا هجوما على مواقع في منطقة قيفة وشنوا هجوما مضادا تمكنت على إثره من تحرير العديد من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيا، ومنها حمة الصرق وجبل صفوان والحديدة. وكان أكثر من 10 عناصر من الميليشيا الحوثية قد قتلوا أمس الأحد في مواجهة اندلعت إثر هجوم الميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية جنوب وغرب منطقة ماهلية في جبهة قانية. هذا وشن طيران التحالف العربي اليوم الاثنين غارات استهدفت مواقع وآليات تابعة للميليشيا الانقلابية في منطقة قيفة. وقال مصدر ميداني ليمن شباب أن الغارات أسفرت عن تدبير دبابتي لميليشيا الحوثي وسط تحليق مستمر للطيران. وللمزيد عن آخر التطورات في البيضاء ينضم معنا عبد الله صالح العبدلي مدير مكتب قائد محور البيضاء. أهلا بك سيد عبد الله. إذا ما أهمية أو ما أهم المواقع التي سيطر عليها الجيش وأهميتها الاستراتيجية؟ أهلا وسهلا بكم، وأحييك وأحيي قناة يمن شباب، قناة الحرية والأحرار والثورة. وبالحديث عن جبهات محافظة البيضاء والنضال الذي يسطره أبطال جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية، فهناك مواقع كما أشرت يعني تم السيطرة عليها. منها جبل صفوان كما أشرت، والعرش والنوبة والحمة وشعب الأخدود وشعب الحامض. هذه المواقع في جبهة قانية. وبالنسبة لنا كجيش وطني ومقاومة لم تكن لدينا خطة للهجوم، بل هو العدو الذي هاجم واقعنا، لكننا وبصمود أسطوري واجهوا أبطالنا آلة الحرب والدمار الحوثية المتمردة، وبثبات منقطع نظيره يسطرون ملاحم بطولية خالدة سيدونها التاريخ في أنصع صفحاته. الوضع الآن معارك مستمرة ومعنويات أبطالنا عالية وتعانق السحاب. نعم. عدونا في الحقيقة منتحر ويريد أن يحقق انتصار، لكنه منكسر ومندحر وعلى صخرة صمود أبطال الجيش الوطني وقبائل. نعم. نعم سيد عبد الله، هذه المناطق التي ذكرتها التي سيطر عليها الجيش ما أهميتها؟ بإذن الله. سيد عبد الله، هل أنت معنا؟ ألو سيد عبد الله، هل تسمعني؟ كنت قد سألتك هذه المواقع التي سيطر عليها الجيش ما هي أهميتها الاستراتيجية؟ نعم نعم سيد. نعم سيد عبد الله، يبدو أننا نعم أسمعك سيد عبد الله، هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. على كل حال نشكره جزيل الشكر عبد الله صالح العبدلي مدير مكتب قائد محور تعز البيضاء عفواً.